كل شيء جاهز هنا في ملعب البيت والأجواء الجميلة حاضرة قبل انطلاقة هذه المباراة المرتقبة. ومعكم من كابينة التعليق محبكم فارس عوض. واليوم سنكون على موعد مع مباراة في دور الـ16 من بطولة كأس العالم. المنتخب البرازيلي في مواجهة البرتغال. اليوم أصحاب الأرض والترشيحات ليست في صالحهم، والكل يعطي الزوار الأفضلية للتأهل. أكيد أصحاب الأرض سيحاولون الاستفادة من عام الأرض والجمهور لتقليل الفوارق بين الفريقين وزيادة الآمال في المباراة. يحاول أن يشكل خطورة. وصلت لرودريجو، خطرة عند رودريجو. الله على التصدي المثالي. الآن تصل المساندة بالإسبالة. أوهو على التصدي ورشاقة. ركنية تنفذ بشكل قصير. كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. تصدي ممتاز من روي باتريسيو. أصبحت سهلة الآن، في المرة الأولى كانت صعبة وأظهر فيها حرس المرمى التألق الكبير جدا، لكن الآن يطمئن الجميع على حارس قادر على حماية المرمى بكل بسالة. كاسيميرو، رودريجو، ريتشارلسون. فرصة هدف لريتشارلسون. دفاع في الموعد بيخلص الكرة. ولام مع رافائيل لياو. رونالدو وفرصة هدف. وكرة باتجاه المرمى. يا رباه، أول أهداف في المباراة. القمة تشتعل. هدف يكسر النتيجة السلبية. يعود اللعب مرة أخرى والبرازيل تتأخر وتبحث عن العودة والتعديل. رودريجو يتدخل واسترد الكرة بهدوء. عند فرصة التمرير. ريتشاردسون. استخلاص ممتاز داخل المنطقة. فينيسيوس جونيور. ألكساندرو. ريتشارلسون. رودريجو. بيرسل الكرة. يا رب، الزبة تسجل هدف لمصلحة البرازيل. الله على هذه الكرة. ولا نشاهد هذه اللقطة على الهدف ونشاهد التسديدة القوية، ومعها كان من المستحيل التصدي. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. إذن الصافرة تعلن نهاية شوط المباراة الأول. استراحة قصيرة، نعود بعدها لنتابع أحداث هذا اللقاء. شوط ثاني يبدأ مع المنتخب البرتغالي. يتقدم إلى الأمام. رمي التماس بعد تدخل واحتكاك. يتحرك سميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. كريستيانو رونالدو. برناردو سيلفا. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. تدخل حاسم في المكان المناسب. كاسيميرو. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. بشكل غريب يخرج الكرة إلى خارج الملعب. تدخل يبعد الكرة إلى رمي التماس. المدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. كارباليو. رافائيل غوريرو. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات، لكن ضاعت المحاولة. كان ممكن تشكل خطورة أكبر على المرمى.
ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. رافائيل لياو، كرة هدف الآن، تدخل يأتي، فرصة بتضيع. الحكم يشير إلى علامة الجزاء. خطيرة لكريستيانو، حولها في المرمى بنجاح. الله على التنفيذ. نلقي نظرة جديدة على هذا الهدف، تسديدة قوية جدا، كان من الصعب إيقافها. بهذا الهدف أعتقد بأن اللقاء انتهى فعليا. هدف التقدم، هدف الحسم كان قبل النهاية بقليل، سيكون من شبه المستحيل تعويضه. حلو التدخل، خلص الكرة بدون مشاكل. ماتيوس كونيا وصلت لرودريجو، منتخب البرازيل يقود الكرة. فابينيو، والآن تنتهي هذه المباراة وبشكل رسمي سيتواجد الفريق في الدوري القادم من هذه البطولة.